الو استاذ احمد وضيوفك الكرام والساده المشاهدين. تفضل يا فندم. وزارة الأوقاف لديها قرار أصدره الدكتور محمد مختار جمعة بتنظيم الصلاة الاعتكاف في شهر رمضان، ومعانا طبعا ضيوفي الكرام، والشيخ سامح بيقول لك إن أنتم مش مسيطرين على كل المساجد، والمساجد والزوايا مش تبع الزوايا مش تبع وزارة الأوقاف. أولا أنا بأثمن الإخوة الموجودين والردود التي يتكلم بها فضيلة الدكتور عبد الغني هندي والدكتور محمد البسطويتي والنقد الذي ينتقده الأخ سامح، وكل جميعا يصب في المصلحة، لكن أريد أن أبدأ لأن متابع الحلقة من أولها، أبدأ من الكابتن محمد صلاح الذي يحقق الانتصارات ويعد نموذجا قويا للقدوة في العالم كله، ويحقق انتباه والتفاتة لمحمد صلاح المسلم المؤمن، لم يكن بخضاب ولا بلباس إذا يعني يتدلى تحت الركبة، ولا بلحية كثة طويلة، ولا بشيء. وليه تعريض باللحية؟ وليه تعريض باللحية وبالثياب؟ وليه تعريض باللحية؟ هو أراد صاف مداخلة وبعدين عقب. أنا بتكلم لو الأخ اللي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أقفل الخط ومش ملزم إن أنا أرد على. يا شيخ جابر اتفضل اتكلم يا فندم. اتفضل. فنحن يعني قدم النموذج بحقيقة قوي جدا وحقق للإسلام والمسلمين انتباهه. لو نحن نحقق هذا الأمر في الطب وفي الصيدلة وفي الهندسة وفي الزراعة وفي التكنولوجيا وفي نقدم للعالم خدمة جليلة حقيقة، كان هذا أعلى من قيمة ديننا وأعلى من إسلامنا، وكان انتبه العالم إلينا وفكر فينا أكثر مما يفكر فيه عن طريق هذه الأقوال التي تقال وهذه مرسلة. الأمر الثاني وهو المساجد وسيطرة الأوقاف. الحقيقة الأوقاف تسيطر على المساجد جميعها في جمهورية مصر العربية، وأنا أزعم ذلك، ومن يقول أن هناك مسجد يعتليه رجل غير منطبقة عليه الشروط وغير أزهري لم يصرح له من الأوقاف ولا يحمل تصريح فليأتني باسمه والمكان الذي يخطب فيه، لكن غير هذا يكون ضرب من العدل. أما المساجد بحكم القانون كما قال الدكتور عبد الغني عندك أن هناك ولاية على الجند والمكفول بها الجيش، ولو كانت ولاية الجند مش موجودة لكن ممكن كل واحد يعمل جيش وميليشيات تحارب في البلد، وهناك ولاية على القضاء متمثلة في وزارة العدل، ولو كان هناك ما لا يوجد ولاية للقضاء على وزارة العدل لكل واحد فتح محكمة أهلية وحاكم الناس، لو هناك ولاية على الجند أيضا متمثلة في وزارة الداخلية، وإلا لكل واحد فتح قسم شرطة لوحده، كذلك ولاية المساجد للأوقاف، فلذلك كل بقعة يقال فيها الله أكبر الولاية فيها لوزارة الأوقاف، سواء صدر قرار كاشف لضمها أو لم يصدر فهي تابعة للأوقاف بحكم القانون. أما القوانين المنظمة لهذا العمل وهي بتصدر كان في السابق قرارات لمساجد حكومية وأخرى أهلية، بمجرد مجيء الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة إلى وزارة الأوقاف ألغى كلمة مسجد أهلي من قاموس ومن أدبيات وزارة الأوقاف تماما، وأصبحت جميع المساجد خاضعة لوزارة الأوقاف. شيخ جابر خلحت معايا لأنه نهنئ البطل العالمي النجم محمد صلاح ليفربول في نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 26 إن شاء الله القادم 26 مايو القادم في أوكرانيا. مبروك نجم مصر العالمي محمد صلاح ليفربول بعد هزيمته قبل قليل 4-2. كان حاطط ايدي على قلبي كل ما يقولوا لي جون جه ايدي على قلبي، مش عايزين يوصلوا 5 هتبقى مصيبة. وروما عمل النهارده ماتش كبير جدا، ولكن مبروك نجمنا العالمي بطل محمد صلاح الى نهائي الأبطال بإذن الله. اتفضل يا فندم. مبروك لمحمد صلاح ومبروك لمصر ولمحبي محمد صلاح من جميع انحاء العالم. تفضل. كذلك ولايه الاوقاف تمتد الى خطبائها وائمتها، هناك ائمه على درجه عمليه امام وخطيب ومدرس، وهؤلاء من 52 ل 54,000، وهناك خطباء مكافاه مجازين من وزاره الاوقاف يكملون العدد الى ما يقرب من 84,000 مسجد تقام فيه خطبه جمعه. اما بقيه المساجد او الزوايا الصغيره التي تحت العمارات
بعضها مغلق ما يقرب من 20,000 زاوية مغلقة منذ أن جاء معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار الجمعة. يعني الوزير قفل من ساعة ما جه حضرتك بتقول قفل 20,000 مسجد. لا لا الزوايا 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 طبعا انجاز انجاز كبير انجاز كبير للوزير ان هو يغلق 20,000 مسجد. مين اللي بيتدخل ده يا استاذ؟ زاويه مش مسجد زاويه. لا لا بص لا كلها مساجد. طيب ولو كان مفصل الشجره بيتكلم على زاويه بيقول زاويه. ولو مالها وليه اتقفل ليه؟ ما فيهاش صلاه ما فيهاش صلاه. ليه لا فيها صلاه؟ استاذ احمد ليه لا تقوم فيها صلاه؟ استاذ احمد شجابر لا لا شجابر شجابر بص يا استاذ نعم اقتطاع جزء ثانيه واحده يا دكتور جابر انا دكتور دكتور عبد الغني هيروح جاي معاك اقتطاع كلمه لا انا اسف بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك يا سيدي هل كذبنا بعد اذنك يا سيدي هو اللي بيقول لك بعد اذنك انا بستاذنك يا سيدي اتفضل اتفضل اقتطاع كلمه من السياق ان وزير انت مبروك هياخدوا الكلمه انا بس عايز اقول لك كيف تسعى كيف تحلل الانظمه والاعلام الخارج عن الدوله كيف عشان برضو يبقى احنا على فكره ده جزء مهم جدا نموذج تطبيقي بنوضح بيلعبوا ازاي على الناس صحيح هيتاخد الجزء يعني ده يعني الشيخ سامح خد الكلمه دي نفس السياق هيقطع من نفس السياق يقول انظر مصر احنا بناخد جمله مفيده يا سيدي يقول يا اخي استاذنتك يقول الوزير يا عم استاذنتك اكمل واتكلم طيب هتكمل دكتور قال هيجي هيقطع كلمه وبعدين يجي بره الدوله بص بقى مش هيقولوا الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف ولا وزاره الاوقاف مين اللي يقولوا كده الدوله المصريه بتقفل مين في الدولة؟ هل دولة مصرية رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء هل هتقبل ان وزير الاوقاف وفيها شيخ الازهر وفيها الازهر الشريف هل هتقبل؟ لابد ان احنا نحترم عقول الناس ونعرف نعمل ايه؟ ان في نقول وزير هو بيتكلم بيقول الراجل بيقول في حكم شرعي دي في زوايا صغيره دي زوايا صغيره سيطر عليها الجماعات متطرفه لا 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 مفيش جماعات متطرفه خلاص خلصت فين يا شفت الافكار بتاعت الجماعات المتطرفه يعني انت بتقول ان الدوله مش شايفه شغلها الافكار المتطرفه مش موجوده يعني الافكار خليني طب اسمع الشيخ جابر اسمع اسمع الشيخ جابر الشيخ جابر قول لي بالظبط الزوايا دي ايه يا فندم استاذ احمد انا بتكلم كلام موثق وكلام يعني قانوني وكلام مسؤول وليس رجل في الشارع انا اقول لك عندما اغلقنا هذه الزوايا في خطبه الجمعه فقط وليس في الصلوات العاديه خطبة الجمعة التي كانت تخرج بمثابة أوكار لهؤلاء المتطرفين الذين كانوا يتربون فيها ويترعرعون وينبتون فيها والذين هم الآن مغتاظين ويغتاظون ويموتون غيظا لأنها أغلقت هذه الأوكار دونهم يعني لا معلش أنا آسف عشان للتوضيح إنه هذه الزوايا اللي تم إغلاقها في الجمعة فقط كانت مختطفة للجماعات الإرهابية تقصد ذلك؟ نعم كانوا هؤلاء لترويج هذه الأفكار الظلمية من خلال يعني بإغلاق خطبة الجمعة انتهى سيطرة الإرهابيين عليها يعني الإرهابيين بيسيطروا عليها طول الأسبوع بس يوم الجمعة بيقفلوا عليهم انتهت سيطرة الإرهابيين عليها يعني كده زي ما بيقول الشيخ سامح؟ لا احنا بنتكلم عن الاداء الصلوات العاديه لا تقام فيها دروس ولا حلق علم نحن لا ربط بين الاغلاق وما بين الجماعات المتطرفه طب عايز اقول فرق بين الولد اللي بيتكلم ده يا استاذ احمد يسكت لا لا عيب طيب لا عيب طيب الشيخ طيب جابر مع لا الاحترام لا للجميع لا لانه ضيفي برضه لا احترام احترام كمان طيب يعني احترام لا احترام لا 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 عيب خلاص ده انت كده بتعك جامد يا شيخ جابر ده انا كنت بحترمك طب شيخ سامح شيخ سامح شيخ سامح مفيش بقى طيب خلاص ما انا خلاص انا اللي قلت لحضرتك ضيفي حضرتك ضيفي حضرتك خلاص يا شيخ سامح لا عيب خلاص 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 يا شيخ سامح ارجوك 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 بعد اذنك اتفضل يا شيخ جابر لا اتفضل يا فندم خلاص خلصت لا اتفضل يا شيخ جابر الذي قاله لا 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 كلام ولا سلام انتظر يا شيخ لا اخطا طيب. هو اخطا خطا بينا يا شيخ طيب خليني وهو بيداري لا مؤاخذه في الكلمه العك اللي بيقوله بهذه الشتيمه برضه يعني هو اولا بعتذر لكلمه العك وبعتذر لكلمه تسكت ليكم انتوا الاثنين يعني شيخ جابر اتفضل شيخ سامح لو سمحت خليني اتفضل يا شيخ جابر اتفضل يا استاذ احمد هذا هذا اسمعني للاخر اتفضل هذا الذي يزعم انه سلفي برضه تاني عيب عيب برضه تاني عيب خليك في الموضوع لا تصل يا شيخ سامح لا تتكلم ارجوك 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 طيب ما هديك فرصه الرد هديك فرصه الرد انت مش سلفي فرصه الرد انت ايه يا شيخ طيب هديك ترد لا لا هديك ترد معلش لا لا ما يغلطش معلش ما يغلطش طب اتفضل لو سمحت اتفضل يا شيخ جابر في الموضوع في الموضوع اتفضل يا شيخ جابر ألم يعلم أن كل مولود ولد يعني أقول لحضرتك اللفظ ده يعني
وكلنا ولد. ده نعم. لازم اطلع، لا لازم اطلع شيخ جابر، لازم اطلع فاصل وهرجع لحضرتك. هطلع فاصل، هطلع فاصل فاصل لو سمحت.